حقيقة هذه السنة 12 نفخر حقيقة في مؤتمر إيدك دبي أنه في كل عام ولله الحمد هذا البرنامج العلمي الذي يقدم لأطباء الأسنان ومن يعملون ضمن الفريق الصحي في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط أنه يتطور ويشمل مواضيع علمية كبيرة. كل الأفكار تقريبا تأتي من هذا الاجتماع، حيث كما رأينا هذا اليوم يوجد أكثر من 84 ممثل لدول في العالم من دول منطقة الشرق الأوسط العربية أو من الدول العالمية، والجميع حقيقة يسعدون بالمشاركة العلمية في برنامج إيدك دبي. وفي نفس الوقت أيضا هناك أكثر من 180 متحدث في هذا المؤتمر العالمي. في الوقت الحالي يصنف مؤتمر إيدك كثاني أكبر مؤتمر لطب الأسنان. نسعى بإذن الله خلال السنتين القادمة أن يكون إيدك دبي أو المؤتمر العالمي لطب الأسنان في الإمارات والمنطقة العربية أن يكون المؤتمر الأول على مستوى العالم أجمع، وهذا حقيقة فيه إثبات لنشاط أولا دولة الإمارات ثم جهود الفريق العربي والدولي الذين يعملون باجتهاد لتطوير هذا المؤتمر. المعرض المصاحب لهذا المؤتمر يحتوي على أكثر من 1800 شركة، ويعتبر هذا بحد ذاته حجم كبير جدا، لدرجة أنه أكثر أطباء الأسنان يشتكون من عدم قدرتهم أن يخلصوا أو يمروا على جميع المعرض في خلال فترة 3 أيام. الحمد لله كما رأينا في اجتماعنا هذا اليوم هناك توافق كامل بين رؤساء نقابات وجمعيات وعمداء واتحادات أطباء الأسنان المشاركين في العالم كله، كما أن المؤتمر العلمي لكل سنة يحاول أن يستقرأ وأيضا يستكشف أفكار جديدة لتطوير هذا المؤتمر وكذلك تقييم جميع من شارك في هذا المؤتمر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوفيق والنجاح وأن يكون إيدك دائما ومستقبلا أفضل مؤتمر لطب الأسنان على مستوى العالم، حتى تنعكس الفائدة المرجوة منه على صحة المواطنين والمقيمين في جميع بلداننا. شكرا جزيلا لكم.